بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، احييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان دستور احد يفرع تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة خامس الأشواط، وانطلاقاتنا في صباح هذا اليوم تحمل كل التحدي والإثارة في حضور هذه الشعارات والسلالات. ننطلق في هذه اللحظات مع خامس الأشواط للإبكار، نتقدم مباشرة إلى الصدارة والمقدمة الشايب راشد بن صقر بن راشد الخيلي، ينطلق على المركز الأول. غالية غالية عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري على المركز الثاني. الثالث المسك لمطر بن محمد بن مصلح الأحبابي. المركز الرابع وضوح عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الخامس من حافل سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز السادس الشبابية للصغير بن فايل بن سعيد الزرعي. والمركز السابع نتابع في هذه اللحظات الوصول من مرموقة هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، ووصلت صدفة محمد بن شطيط بن عبيد الكتبي. تاسع المراكز نتابع الشاهينية معيصم بن خليفة الفريري الكتبي الواصل في هذه اللحظات. والمركز العاشر اللي وصلت خيال سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي. هكذا هي النتيجة، هذا ندان الأول لهذه الأسماء المتقدمة مع منتصف 3 كيلومترات. نعود إلى الصدارة، إلى المسك اللي غيرت. المسك مطر بن محمد بن مصلح الأحبابي ينطلق على المركز الأول. الشايبة الشايبة راشد بن صقر بن راشد الخيل وراعي العشوة ينطلق في هذه اللحظات مع مرموقة هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري القادم. وصلت الشاهينية من الجانب الآخر، أو أميرة أميرة، أول ندى لأميرة كينج الهبابي. يتابع أميرة محمد بن عتيج المقعود الفلاسي قادم مع النوع الفريد. المركز الخامس من الجانب الآخر، هذه اللي وصلت اللي توصلت في هذه اللحظات على المركز الخامس. مخايل مخايل، أول ندى لمخايل حمد بن راشد بن محمد بن هلال كيبالي. بعد الكيلومتر الأخير نتابع الواصلة خيال، خيال سالم بن عبيد الزرعي الواصل. وصلت شواهين عامر بن سعيد بن سالم العمري. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المعركة. فن 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 علي بن محمد الخاطري قادم مع فن الواصلة مع هذه اللحظات من حافة سالم بن أحمد بن رشيد. وصل الخطير، ولكن أعود إلى الصدارة لنتار الأخيرة. النهاية يقترب خط النهاية من هذه الأسماء. خيال خيال الزرعي، خيال الزرعي أميرة أميرة، والأربعمائة متر الأخيرة يا رعي أميرة. وصلت شواهين، شواهين العمري قادمة في هذه اللحظات تتسلل إلى المركز الثاني. ولكن خيال 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 سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي بالسعودي للتعريف يتقدم على المركز الأول قائدا للمسار مع خيال مع خيال. سلام يا السلطنة، سلام سلام يا الكامل. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك خيال سالم بن عبيد بن سعيد بالسعودي الزرعي. المركز الثاني شواهين لعامر بن سعيد العمري. المركز الثالث وصلت أميرة محمد بن عتيق المقعود الفلاسي. المركز الرابع، المركز الرابع من حاف لسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس، المركز الخامس فن لعلي بن محمد، علي بن محمد بن حلول الخاطري. شعر احتل المركز الخامس. هكذا
هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار بالسعودي خاطفا هذا الشوط، 4:36، 6 أجزاء من الثانية خيال. هو التوقيت الزمني سالم بن عبيد بن سعيد بالسعودي الزرعي تانينا، والناموس المركز الثاني 4:37، 6 أجزاء من الثانية شواهين لعامر بن سعيد بن سالم بن راشد العمري، والمركز الثالث 4:38 1/1 من الثانية أميرة محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. تهانينا والناموس للجميع.